بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فلا شك أن الإنسان في هذه الدنيا عرضة للابتلاء والامتحان، ومن ذلك ما يصيبه من الأمراض، فإنها ابتلاء من الله، امتحان من الله عز وجل، من أجل أن يتميز المؤمن الصادق في إيمانه، الصابر المحتسب، ويتميز المنافق وضعيف الإيمان والجزع والمتسخط، ويتميز أيضا من يقتصر على العلاج بما أباح الله سبحانه وتعالى من الذي لا يبالي فيتعالج بالحرام وبإفساد عقيدته. تميز هذا من هذا، وهذا أمر مهم جدا. والمطلوب من المسلم إذا أصابه مرض أن يعلم أنه من الله سبحانه وتعالى، فلا يجزع ولا يتسخط، ويسعى أيضا في العلاج المباح. إن الله سبحانه ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه، أو أنزل له دواء علمه من علمه، جهله من جهله. ومن أعظم العلاج، من أعظم العلاج والأسباب المباركة، الرقية. والرقية معناها القراءة على المصاب، القراءة عليه بشيء من القرآن الكريم ومن الأدعية الشرعية. فالرقية بالقرآن أو بالأدعية النبوية، هذا هو المطلوب من المسلم، أن يقتصر عليه وأن يستعمله. والشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، لا شك أن الله أنزل القرآن شفاء ورحمة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهو شفاء من الأمراض الحسية، وشفاء من الأمراض المعنوية من النفاق وأمراض القلوب ومن الهموم والأحزان والوساوس. فالقرآن شفاء، فلذلك والنبي صلى الله عليه وسلم رقى بالقرآن، ورقي، رقاه جبريل عليه السلام بالقرآن، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم رقى بالأدعية الشرعية، وهي معروفة ومروية بالأسانيد الصحيحة ومدونة في الكتب، في كتب الحديث وفي كتب مستقلة تسمى بالطب النبوي. فعلى المسلم أن يستعمل هذا
العلاج الرباني النافع، ولا يذهب إلى الشعوذات والخرافات والإشاعات الباطلة التي تروج ويستغلها الأشرار من الذين يريدون أن يبتزوا أموال الناس بالدعايات الكاذبة، أو أشد من ذلك، يريدون أن يفسدوا عقائدهم ويدخلوا عليهم السحر والشعوذات والرقى الشركية. كانوا في الجاهلية يستعملون الرقية، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بها ما لم تكن شركا. وهذا شيء يحتاجه الناس بلا شك، ولكن على المسلم أن يتحرى حينما يريد أن يستعمل الرقية، أن يتحرى الحق والصواب فيها، ولا يذهب مع الإشاعات والأقوال الخارجة عن الحد المشروع، ولا يقال إن هذه جربت ونفعت. نعم، قد تجرب وقد يكون فيها نفع من باب الاستدراج، أو تصادف قضاء وقدرا فيظنون أنها هي السبب. المدار على الوسيلة التي تستعمل، هل هي صحيحة أو لا، وليس المدار على حصول النتيجة فقط، المدار على الطريقة، هل هي صحيحة أو لا. لذلك ينبغي لمن أصيب وأراد الرقية أن لا يذهب لكل أحد إلى من هب ودب، بل لا يذهب إلا من هو معروف نشأته وموطنه، أين نشأ ومعروف في عقيدته صحة العقيدة، ومعروف في علمه أيضا، معروف في علمه وأنه لا يستعمل الأشياء المخالفة للشرع. يشترط في الراقي أن تتوفر فيه هذه الشروط. أما إذا كان مجهولا أين نشأ ومن أين جاء، أو أنه معروف منشأه لكن ليس عنده علم ولا معرفة بالرقية وأحكامها، أو يعرف أن عنده انحرافا في العقيدة، فكل هؤلاء لا يجوز الذهاب إليهم. وأعظم من ذلك إذا كانوا من السحرة والكهان والمنجمين. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث في السنن. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. والحديث في صحيح مسلم. فالذي يجهل شأنه ربما يكون من هؤلاء، ومن الكهان والمنجمين والسحرة لا يجوز الذهاب إليه، أو من الجهال، ليس من السحرة ولا من الكهان ولا من المنجمين لكنه جاهل، فلا يذهب إليه لأنه لا يميز بين الصحيح والفاسد. ثم أيضا يكون للطمع مدخل، يحمل بعض الذين يدعون الرقية، احملهم على
الدعايات العريضة ليغروا الناس بذلك. سمعنا من يقول القراءة المركزة بكذا والقراءة غير المركزة بكذا. هل هناك قراءة مركزة وقراءة غير مركزة؟ نعم، هذا يقولون كذا، اشتهر عنهم هذا. منهم من يرقي بواسطة التلفون أو الجوال، والرقية يشترط أن تكون مباشرة بحضور المريض وحضور الراقي، وأن ينفث عليه وأن يقرأ من كتاب الله ويعوذه بتعاويذ الشرعية مباشرة. أما التلفون أو في الجوال ولا يدري أين هو ولا يعرفه، فهذا خطر عظيم. سمعنا من يقرأ في الوايت، وايت الماء، وايت مملوء بالماء يقرأ فيه، أو يقرأ في الخزان، تلاعب، هذا تلاعب بالرقية إلى هذا الحد. فيجب التنبه لهذه الأمور. ثم أيضا مسألة الجوال أو الإنترنت، قد ينشر من خلالهما ضلال وشر، اعمل كذا واعمل كذا، أو أنت مصاب بالسحر، أو أنت كذا وكذا. وأشد من ذلك ما حصل الآن من الفضائيات التي يستعملها السحرة والكهان والمنجمون، وينشرون في الناس الشر والعقائد الباطلة. فيجب الحذر من هذه الأمور. لا تكون الرقية إلا عند أناس معروفين بعلمهم وعقيدتهم وأمانتهم ومنشأهم، حتى تنضبط الرقية ولا يدخلها شيء من المحاذير الشرعية. فلنكن من هذا الأمر على حذر شديد. منهم من يتعامل مع الجن مع الشياطين، يتكلمون ويقول اسمع، هذا هو الذي أصابك، وهذا هو الذي أصابك فلان، ويقول هذا من المسلمين من الجن. ما الذي أدراك أنه من المسلمين من الجن؟ ثم أيضا لا يجوز الاستعانة بالجن لأنهم من عالم الغيب، عالم غائب عنا. لا تجوز الاستعانة بالغائب ولا بالميت، إنما الاستعانة تكون بالحي الحاضر فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه. أما الذي يخبر عن المغيبات، يخبر عن الأمور الغائبة، فهذا من الكهان، لا يجوز سؤاله ولا يجوز تصديقه ولا يجوز الذهاب إليه ولا يجوز التعامل معه بأي وسيلة. والرقية توسعت الآن ودخلها الطمع وصارت متاجرة، بدل أن كانت عملاً صالحاً وعملاً طيباً صارت متاجرة، وصارت تراد لطلب الدنيا، وصارت تعتمد على الشائعات والكذب والخرافات. هناك كتب للطلاسم والسحر والتنجيم قد يشتريها هؤلاء ويقرؤون فيها ويستعملونها، قراءة الكف والفنجان وما أشبه ذلك، كل هذا من الكهانة ومن الشعوذة ومن الشر والشرك. يجب الحذر من هؤلاء. ومن علم عنه أنه يتلاعب وأنه ينشر مثل هذه الأمور، فيجب الإبلاغ عنه بأسرع وقت،
أن تبلغ عنه السلطة لأجل أن يؤخذ على يديه، ومن أجل أن يؤخذ عليه ويحمى المسلمون من شره وتضليله. هذه كلمات أردت بها التنبيه فقط، وتفصيلها يطول. والحمد لله الرقية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تستعمل ومنضبطة، لكن كثير من الناس ما يقتنع بالرقية الشرعية، ما يقتنع بها حتى يخرج إلى الرقية الشيطانية فيخرج من دينه والعياذ بالله. فيجب الحذر من هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. نستأذنكم حفظكم الله في عرض الأسئلة في هذا اللقاء المبارك 22 الذي يعقد في جامع الملك عبد العزيز في مساء هذا اليوم 4 من شهر ربيع الأول. والسؤال الأول يقول: أصلي العشاء مع المغرب جميعا وأنا في بريدة، ثم أعود للزلفي قبل أذان العشاء، فهل عملي هذا صحيح؟ عملك هذا صحيح، وأخذ بالرخصة لا بأس، لأنك تعتبر مسافرا، ولكن الأفضل والأولى أن تصلي المغرب في وقتها. فإذا وصلت إلى بلدك تصلي العشاء في وقتها، هذا هو الأفضل. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه امرأة تقول: زوجها كثيرا ما تفوته صلاة الجماعة في المسجد، ونصحته كثيرا ولم ترى تحسنا، فماذا تفعل؟ تستمر في النصيحة معه لعل الله أن يهديه، وأيضا تستعين بمن يؤثرون عليه من أقاربه ومن إخوانه ومن جيرانه أن يناصحوه لعل الله أن يهديه، ولا تتركه وتيأس، لا تيأس من هدايته أو تسأم من النصيحة، هي على أجر وعلى خير. وهذا أمر بالمعروف نهي عن المنكر وإنقاذ لزوجها من هذه الهلكة. تستمر معه لعل الله أن يهديه، تستعين بمن يؤثر عليه من أقاربه أو أصدقائه يناصحوه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: يسجل في الجوال أحيانا محاورة مع الجن، ولا ندري هل المتكلم هو الجن حقيقة أم أنه الرجل أم المرأة، لكن ما حكم هذا الفعل؟ وهل يجوز ذلك؟ وما حكم نشر مثل هذه الرسائل؟ هذا ذكرناه لكم أثناء الكلمة، قلنا لا تتعاملوا مع الجوالات، لا تتعاملوا معها أبدا، لأن الذين يختفون وراءها لا يعرفون، يكونون من الدجالين، من السحرة، من الكهان، أو من الجهال الذين لا يميزون بين الحق والباطل، فارفضوها رفضا تاما، ولا تستعملوها أو تصدقوها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أريد أن أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما، ولكن أحيانا أقدم للإمامة، وأحيانا أكون مسافرا، فهل أكون هنا مدركا لتكبيرة الإحرام؟ أنت على نيتك، ما أدركته حصلت على أجره، وما حرصت على إدراكه وفاتك تجزى على نيتك الصالحة. ومن نوى الخير وعزم عليه ثم عاقه عنه عائق فإنه يكتب له أجر من عمله بناء على نيته الصالحة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: بعض طلاب العلم يفتي بجواز حل السحر بسحر مثله، ويناقش في ذلك ويقول إنه من التداوي المباح. هذا نعم، هذا سبق
وعرض كم مرة حتى في هذه الجلسات وأجبنا عنه وأجاب عنه غيرنا، هذا قول باطل قد أنكره علماء المملكة وأنكره العلماء في خارج المملكة، والحمد لله. هذا قول باطل لا يصح ولا يجوز العلاج بالسحر، لأن السحر كفر وشرك، ولا يجوز العلاج بالحرام فضلاً عن الشرك والكفر وأشد. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. سحر له في الموضوع، في موضع العلاج بالسحر، فلا يجوز التعاطي السحر ولا عمله لا للعلاج ولا لغيره، والفتوى في هذا خطأ، وقد بين الخطأ في هذا والحمد لله. ولم يبقى عذر لمن سمع أجوبة العلماء وإنكارهم لهذه الفتوى، لم يبقى له عذر في قبولها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ظهر في الآونة الأخيرة بعض رسائل الجوال التي تنص على اتهام شخص بعينه أو عائلة بعينها أو أشخاص معينين أو فتيات معينات أو تنشر أرقام شباب معينين، والسؤال: ما حكم نشر هذه الرسائل والاحتفاظ بها؟ وهل من كلمة لخطباء المساجد أن يثيروا مثل هذا الموضوع الهام على المنابر؟ أنا ذكرت أنه لا يجوز التعامل مع الجوالات في مثل هذه الأمور، ويجب رفض ما ينشر فيها وما يرسل فيها من الاتهامات والأخبار الكاذبة، لأنها من الوشاية ومن الكذب والتحريش وإلقاء العداوة بين المسلمين، بل يجب عدم الالتفات إليها. وإذا عرف من يتستر وراءها فيجب أن يؤخذ على يده ويمنع من هذا الأمر. ولا يجوز إبقاء هذه الأشياء أو نشر هذه الأشياء أو الاحتفال بها، بل يجب إتلافها وإنكارها ونسيانها، لأنها شر وفتنة وكذب وتزوير وتحريش ونميمة ووشاية. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما حكم استعمال النسبة بالنسبة للعمال بدل الراتب؟ يعطيه نسبة شهرية ولا يعطيه راتبا شهريا؟ العمال لهم نظام وضعته الدولة، ولا يخرج عن هذا النظام، فيتعامل مع العمال بموجب النظام، نظام الاستقدام، لا يخرج عنه، لأن ولي الأمر إنما سمح بهذا النظام، فتجب طاعته، لأنه من الأمر بالخير ليس معصية. ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطه، ومراد ولي الأمر ضبط الأمور وعدم الفوضى، فيجب التعامل مع النظام، فما وافق النظام يؤخذ به، ما خالف النظام لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما حكم صبغ الشيب بالسواد؟ لا يجوز صبغ الشيب بالسواد، محرم شديد التحريم، لقوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وفي الحديث الآخر أن ناسا يأتون في آخر الزمان يخضبون لحاهم بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة، ألا وعيد شديد. وما الذي يحمل الإنسان أنه يصبغ بالسواد إلا أن الشيطان يزين له هذا العمل،
وإلا هذا لا ينفعه بل يشوه وجهه، يشوه وجهه. وأنتم ترون اللي يصبغون بالسواد كيف تتشوه وجوههم، وكيف أن الشعر الأبيض يخرج فيحصل تشويه، كما قال الشاعر: نسود أعلاها وتأبى أصولها، ولا خير في فرع إذا فسد الأصل. الحمد لله، إما أن يترك الشيب على طبيعته، وإن غيره فهذا هو السنة والمستحب، لكن بغير السواد. هو لن يرجع شابا أبدا، لا ينفعه ذلك، ما ذهب لن يرجع. الشاعر يقول: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. تمنى إن الشباب يرجع يوم واحد بس، أبراجع. هذا من العبث ومن تزيين الشيطان للإنسان، يتجنب المسلم ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل الاستقطاع الشهري لإحدى الجمعيات الخيرية يعتبر صدقة عن كل يوم؟ حسب نية المتصدق، فإذا دفع مبلغا من المال ناويا أن يكون صدقة عن كل يوم فله ما نوى. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أنا شخص من سكان هذه المحافظة وأعمل في الرياض، فهل إذا بقيت في الرياض مدة 5 أيام يجوز لي القصر والجمع؟ وهل إذا رجعت هنا إلى بلدي يجوز لي أيضا القصر والجمع؟ إذا نويت إقامة 5 أيام في الرياض أو في غيره فلا يجوز لك القصر ولا الجمع، لأن السفر انقطع وأصبحت مقيما، فتصلي تماما 4 ركعات كل صلاة في وقتها، وأيضا مع الجماعة، لأنه سيكون حولك مساجد وأذان، صل مع المسلمين ولا تتأخر عن المساجد. وأما في بلدك الزلفي مثلا فلا يجوز لك الجمع ولا القصر فيه، لأنه محل إقامتك، إذا وصلت إليه انتهى السفر، وإذا أردت السفر مرة ثانية يكون سفرا آخر مستقلا عن السفر الأول. نعم. أحسن الله إليكم. هذه امرأة تقول: كثيرا ما تكون النصائح لأولياء الأمور بأن يمنعوا أبناءهم من جلساء السوء، ولكن لم نسمع من ينصح أولياء الأمور حول الفتيات وما يكون عندهن من الأخطاء من ما يتعلق بالجوالات وغيرها. نعم، هذا سؤال وجيه وتنبيه مفيد، لا نركز على الأولاد يعني الأبناء فقط، بل البنات، لأن البنات الآن أصبحت مثل الأولاد، تخرج للدراسة، تخرج للأسواق، بل هي أكثر خروجا من الأولاد. أن تجد الأولاد أغلبهم ينام في البيت من التعب ومن، لكن البنت ما تنام، نشيطة في الخروج، والشيطان يزين لها ذلك ويدفعها إلى الخروج، فهي أولى وأجدر بأن يحافظ عليها وأن تناصح وأن تضبط، لأنها فتنة، فتنتها أشد من فتنة الأولاد. فينبغي التنبه للبنات، ويجب على ولي البنات أن يعتني بهن وأن يراقبهن ويتابعهن، فإن الخطر عليهن أشد، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الاختلاط
اختلاط الناس والبنات والأولاد كثر الاختلاط، فالفتنة أشد والحذر أكبر، فعلى أولياء البنات أن يدققوا في شأنهن وأن يتابعوهن وأن يضبطوهن، لأنهن أمانة في أعناقهم. وفساد البنت يشوه الأسرة كلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يشوه الأسرة والبيت كله، وتصبح هذه البنت لا قيمة لها في المجتمع، فهو موت أشد من الموت الذي هو نهاية الحياة، هو موت للمروءة وموت للحياء وموت للدين والأخلاق. فعلى ولي البنت أن يستعين بالله ويصبر ويتابعها إلى أن يسلمها إلى زوجها، إذا جاءه من يرضى دينه وأمانته سلمها له بالزواج، وإلا فهو المسؤول عنها. الرجال قوامون على النساء، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا دخل الرجل المسجد والإمام يصلي، فهل يدخل معه في الصلاة وينوي بها تحية المسجد، أم يصلي ركعتي التحية منفردا ولو صلاهما منفردا، فهل يسوغ الإنكار عليه؟ نعم، إذا دخل والإمام في الصلاة يدخل معه، والفريضة تكفي عن تحية المسجد، ولا ينفرد يقول بصلي تحية المسجد، هذا جهل. لا يجوز الإنسان أن يصلي والإمام يصلي، تحية المسجد تدخل في الفريضة، يدخل مع الإمام يصلي مع الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما المراد بقول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك؟ الآية واضحة في آخرها: وحرم ذلك على المؤمنين، فلا يجوز أن يتزوج، فلا يجوز أن يزوج الزاني من العفيفة، لا يجوز أن يزوج الزاني من العفيفة، ولا أن يزوج العفيف من الزانية، لما في ذلك من فساد الأعراض واختلاط الأنساب، إلا إذا تاب الزناة، إذا تاب الزناة توبة صحيحة فإنهم يزوجون، لكن يشترط في الزانية التائبة أن تمضي عدتها بثلاث حيض إن كانت تحيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، لئلا تكون حاملا من الزنا فتختلط الأنساب. فلا بد من أمرين: التوبة الصحيحة والعدة، العدة بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه ثلاثة أسئلة حول التعزية: الأول حول المبالغة في صنع الطعام لمدة 3 أيام، والثاني حول التعزية في المقبرة ثم الذهاب للتعزية في البيت مرة أخرى، والثالث حول أن يصف أهل الميت في المقبرة بعدد كبير ويعزون، هل هذا كله مناسب أم لا؟ هذه كلها مبالغات وتكلفات ما أنزل الله بها من سلطان. التعزية في الأصل مشروعة، وهي أنك إذا لقيت المصاب سواء في المقبرة أو في المسجد أو في الشارع أو في متجره أو في مكتبه، فإنك تعزيه، تقول: أحسن الله عزاءك، جبر الله مصيبتك وغفر لميتك، ولا يحتاج إلى صنعة طعام، ولا يحتاج إلى 3 أيام، ولا يحتاج إلى شيء. أو تتصل
عليه بالجوال أو بالتلفون تعزيه، والاتصال يقوم مقام المباشرة لأنه مشافهة منك له، ولا داعي لهذه التكلفات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولا داعي إلى تكرار التعزية عدة مرات، كل هذا من المبالغات. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: كثر في الآونات الأخيرة الكتابة في الصحف حول الأبراج وما يدور في فلكها، فمنهم من يقول في اليوم الفلاني سوف تأتي موجة برد شديدة، وفي اليوم الفلاني سيأتي مطر، وفي اليوم الفلاني سيأتي حر، وهكذا، فهل من كلمة حول ذلك؟ نعم، هذا لا يجوز، هذا نوع من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، هو نوع من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فلا يجوز نشر مثل هذه الأمور لأنها تشوش على الناس عقائدهم. وأيضا أشد من هذا أنه يقول: إن كان برجك النجم الفلاني فأنت سعيد، وإن كان في ولدت في البرج الفلاني فأنت شقي وسيصيبك كذا وكذا، هذا أمر باطل، ويجب الإنكار على من يفعل ذلك أو ينشره في الصحف. وقد صدرت فتوى قريبا في هذا الموضوع حول ما ينشر في الصحف من شؤون الأبراج، وستنشر إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما حكم الزواج بنية الطلاق لمن كان خارج هذه البلاد؟ الزواج يكون بنية الدوام لا بنية الطلاق، على أنها زوجتك، على أنها زوجتك، ما دامت صالحة فهي زوجتك، وإذا رغبت عنها أو لم تصلح معك فتطلقها بدون أنك تنوي هذا في العقد، دون أنك تنوي هذا في العقد، لأنه إذا نوي في العقد فهو مشكل من ناحيتين، بل من ثلاث نواحي. الناحية الأولى أن هذا خداع للمرأة وخداع لوليها، لأنهم زوجوك على أنه زواج مستمر، ولو علموا أنه زواج بنية الطلاق لما أقدموا على هذا إن كان فيهم مروءة وفيهم دين وحياء، وإذا لم يكن فيهم مروءة ولا دين ولا حياء فلا خير فيهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا يشبه المتعة، وما هو متعة صريحة لكنك نويت المتعة، نويتها، فأخذت هذه المرأة تزوجتها لمدة محدودة ثم تطلقها، هذا يشبه المتعة الباطلة. ثالثا أن هذا العقد اتخذ وسيلة للتلاعب بالأعراض، خصوصا في وقت العطل، فقد كثر من يسافر من الشباب أو من الذين ليس عندهم حياة ولا مروءة وعندهم مال، يذهبون ليستمتعوا بالنساء في الخارج، يأخذ معه مبلغا من المال وكل ليلة يتزوج، وهي أيضا تتزوج في الليلة الثانية بدون عدة وبدون شيء، لأنهم يطلبون المال، فأصبح العوبة، أصبح هذا العوبة وخلط للأنساب، وليس هو عقدا صحيحا، وإنما هو بصورة العقد، والغرض منه أنه يلعب في النساء كل ليلة عند واحدة وهي كل ليلة عند رجل، هذا أمر لا يجوز ولا يقره عقل ولا دين. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل تسمية الابن والبنت على الوالدين من البر بهما؟ وهل يجوز أن أعصيهما إذا أمراني بذلك؟ لا تعصيهما. إذا أمراك أن تسمي ابنك وابنتك عليهما أو ما أمراك بأمر مباح، ولو لم تطعهما يكون في أنفسهما عليك شيء من الحزازة والحرج، والأمر سهل في هذا. سم على أمك وسم على أبيك، وهذا من إحياء ذكره. وأيضا هذا فيه بقاء اسم الأسرة، بقاء اسم الأسرة، فإن الأسر لا تعرف إلا بأسمائها، بنو فلان وبنو فلان. أما الآن يسمى هاني وما أدري هاني وماهر، أسماء ما هي في بلادنا هذه، ما ضيعت أسماء الأسر، صار الناس لا يتعرفون ولا يدرى ماهر منين هو، هاني منين هو. أما لو تسمى باسم أسرته لعرف، فيجب أنها تترك هذه العادات الوافدة، وأن يتسموا بأسماء آبائهم وأمهاتهم وأسرهم والأسماء المعروفة في بلدهم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا فضيلة الشيخ يقول: إذا تحدثنا عن أصحاب فكر التكفير والتفجير وحذرنا منهم ونوهنا بخطورة أفعالهم وما تجره على البلاد والعباد، يعترضنا بعض الأشخاص ويقولون إن هذا من الغيبة ولا يجوز لكم أن تتحدثوا في فلان أو فلان، فهل حديثنا هذا لبيان واقعهم والتحذير منهم والتحذير من فكرهم، هل في هذا محذور شرعا؟ هذا من النصيحة الواجبة، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا من النصيحة، ويراد به الخير، ويراد به نفع المغتر بهذه الأمور أن يتركها، وليس هذا من الغيبة. الغيبة لو ذكرته باسمه، لو ذكرته باسمه يكون هذا غيبة، لكن إذا نصحت على سبيل العموم وحذرت من هذه الجرائم وبينت عواقبها وشرها على المسلمين يكون هذا من النصيحة ومن الدين. الدين النصيحة، قال عليه الصلاة والسلام. فالذي يقول إن هذا من الغيبة، هذا لا يعرف معنى الغيبة ولا يعرف معنى النصيحة ولا يفرق بينهما. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يجوز أن أكون إماماً في صلاة المغرب لجماعة يصلون العشاء وأنا مسافر؟ وإذا كان ذلك جائزاً فماذا أفعل؟ هل يجوز أن أصلي بجماعة العشاء وأنا أصلي المغرب علماً أنني مسافر؟ نعم، لا بأس، صلوا وراك بنية العشاء وأنت بنية المغرب، فإذا سلمت قاموا وأتموا صلاة العشاء. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا عطس الشخص أكثر من 4 مرات فماذا نقول له في الرابعة وما بعد؟ هذا يصبح مصاب بالزكام، يدعى له بالشفاء، يدعى له بالشفاء. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: في حادثة الطائف القريبة التي قبض فيها على أحد السحرة، ولما نوقش وتمت مساءلته قال إنه أخذ بفتوى أحد العلماء، فما توجيهكم حفظكم الله؟ ما هنا أحد من العلماء يفتي بعمل السحر، ما إن كان يقصد الذي أفتى بالعلاج أن يعالج المسحور بالسحر، هذه فتوى خاطئة كما عرفتم وسمعتم وقرأتم أنها فتوى خاطئة، ولا يجوز له أن يأخذ بالفتوى الخاطئة، لكن هذا يلتمس له عذراً ومبرراً، وهو يعلم أنه كذاب وأنه ليس له عذر، فلا يلتفت إلى قوله ويجرى عليه الحكم الشرعي، وليس هذا عذراً له. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: حلفت على عدم فعل شيء
وسوف أفعله إن شاء الله. وفي حالة الإطعام هل يلزمني وجبة واحدة أم ثلاث وجبات؟ وهل يشترط أن يكونوا في بيت واحد أم في بيوت؟ وهل يشترط أن يكونوا كلهم من المسلمين؟ إذا لم يكن الذي حلفت عليه معصية فإنه لا بأس أن تتحلل من يمينك بالكفارة وأن تفعل ما حلفت على تركه إذا كان مباحا، وإذا كان مندوبا أو واجبا فإنه يستحب لك فعل المندوب ويجب عليك فعل الواجب، ولا تكون اليمين حاجزة لك. قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعل اليمين مانعة لكم من فعل الخير والصلة والإصلاح بين الناس، بل كفروا عن يمينكم وأتوا الذي هو خير، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، وفي رواية: ائت الذي هو خير وكفر عن يمينك. والكفارة لليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة على الخيار، فإذا لم تجد فإنك تصوم 3 أيام. والمساكين سواء كانوا في بيت واحد أو في بيوت متفرقة لا بأس، المهم أنك تستكمل 10 مجتمعين أو متفرقين. وكل يمين لها كفارة، وإذا تعددت الأيمان فإن كانت على شيء واحد قبل التكفير، تعددت قبل التكفير على شيء واحد، فهذه يكفي فيها كفارة واحدة لأنها تتداخل. أما إذا كانت الأيمان على أشياء متعددة فكل يمين لها كفارة ولا تتداخل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: عندي 3 أولاد يطلبون مني الفلوس وهم غير متساوين في الطلب، فأعطي كل واحد ما طلبه ويكون بعضهم أكثر من بعض، فهل في ذلك شيء؟ ليس المقياس ما طلب الولد، هذا لا يجوز، إنما المقياس الحاجة، تعطي كل ولد حاجته، لأن هذا من النفقة، ولا شك أن نفقة الصغير ليست كنفقة الكبير، فإذا أعطيت كل واحد حاجته ولم تملكه شيئاً وإنما أعطيته ما يستهلكه ويستنفده بحاجته فلا بأس بذلك ولو تفاوتوا، لأن الصغير ليس كالكبير والحاجات تختلف. أما أن تعطيه ما طلب هذا لا يجوز، قد يطلب شيئا كثيرا زائلا عن حاجته. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: نحن طلبة السنة 3 الثانوية عندنا اختبار قياس، وهذا الاختبار يبدأ من بعد صلاة المغرب مباشرة ويستمر أحياناً إلى 11:30، وقد يزيد وقد ينقص، فهل يسوغ لنا جمع صلاة المغرب مع العشاء، علماً أنه لا يسمح لنا بأن نصلي أثناء الاختبار؟ أنتم في بلاد المسلمين، والإسلام حاكم على الجميع، على المدرسين وعلى المدراء وعلى الوزارة وعليكم، فلا يجوز أن يتلاعب بوقت الصلاة، إذا دخل وقت الصلاة تصلون ثم تعودون إلى عملكم وتصلون مع الجماعة، أيضا الدين مقدم على هذه الأمور، وإذا كان يتعارض مع وقت الصلاة ينقل إلى وقت لا يدخل فيه صلاة، يجعل بين صلاتين متباعدتين ولا يجعل بين صلاتين متقاربتين فيحصل ما يحصل. نعم. ويستمر يا شيخ إلى 11؟ يستمر إن شاء الله إلى الصبح، ما يخلون الصلاة، صلوا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: نأمل توجيه رسائل 3
لمن يتهاون بصلاة الفجر ولوالديه اللذين أحيانا لا يعينانه على ذلك، ولإمام المسجد الذي قد يتساهل في تفقده. نجمعهم في رسالة واحدة، وهي قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فعلى الوالدين أو على من يرى نائما وقت الصلاة أن يوقظه وأن يأمره بالصلاة، ولا يتركه ينام يترك الصلاة، يصبر على ذلك ويعظ ويذكره في ذلك، وبالتعاون إن شاء الله يحصل المقصود. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل صحيح أن الفرق بين السحر والشعوذة أن الأول اتصال حقيقي بالشياطين والثاني اتصال وهمي؟ لا فرق بينهم، السحر والشعوذة لا فرق بينهم، إلا أن السحر قد يكون حقيقيا وقد يكون تخييليا، والتخييل هو الشعوذة، يظهر للناس شيء على غير الحقيقة، يظهر أنه يمشي على الجمر، أو أنه يجر السيارة بشعرة، أو أنه ينام حذر الكفرات على المسامير، هذا شعوذة وسحر تخييلي كذب، قمرة ليس له حقيقة. نعم. أحسن الله إليكم. وسؤاله الثاني يقول: إذا تبين المتوضئ بعد الصلاة أنه لم يكتمل وضوءه بأن كان أحد الأعضاء لم يصب بعضه الماء، فهل يغسل هذا العضو فقط أم يعيد الوضوء من البداية؟ إذا تيقن أن أحد أعضائه لم يبلغه الماء أو لم يبلغه كاملا، بقي فيه شيء لم يجري عليه الماء، فإنه يعيد الوضوء كاملا ويعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في قدمه لمعة، يعني بياض لم يصبه الماء، فقال له: ارجع فأحسن وضوءك، أمره أن يحسن الوضوء كامل. وأيضاً فاتت الموالاة، من شروط صحة الوضوء وفروض صحة الوضوء الموالاة بين غسل الأعضاء، والموالاة فاتت وحصل وقت طويل، فيعيد الوضوء من أوله ويعيد الصلاة التي صلاها بهذا الوضوء غير الكامل. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: بعض المؤذنين والأئمة يوكلون غيرهم، وقد يكونون قريبين، بل قد يكون خروجه في استراحة قريبة ويكثر توكيله مع أنه لم يستأذن الأوقاف، فهل يحل له ذلك؟ وهل من حق الجماعة أن تطالبه بعدم الذهاب وأن ترفع أمره إلى الأوقاف؟ نعم، هذا يكون متلاعبا إذا كان أنه ملتزم بالإمامة ولا يقوم بها ويخرج من غير عذر، إنما للترفيه ويضيع المسجد ويضيع الجماعة، هذا لا يجوز. إذا كان لا يقوم بالعمل يتركه لغيره ويقدم استقالته، ومن حق الجماعة أن يطالبوه بالالتزام أو التخلي عن الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. هذه امرأة تقول: نزل عندها الدم قبل الولادة، دخلت عليها صلاة الفجر ثم ولدت قبل الظهر، فهل هذا من النفاس؟ ذكر أهل العلم أن ما تراه الحامل قبل الولادة بيوم أو يومين أنه من النفاس، أنه من مبادئ النفاس. نعم. أحسن الله إليكم. وسؤالها الثاني تقول: هل يجوز تركيب اللولب لمنع الحمل عند الضرورة؟
أصلاً منع الحمل لا يجوز إن كان القصد منه كراهية الحمل أو كراهية تعدد النسل، هذا لا يجوز، حرام. أما إذا كان لأجل مرض وقرر الأطباء أن هذا المرض يستدعي تركيب اللولب، هذا لا بأس به لأنه للضرورة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا إمام مسجد يقول: مؤذني المؤذن الموجود عندي مسبل ثوبه، فهل لي أن أوكله أم يلزمني أن أوكل غيره ليصلي بالجماعة؟ قبل هذا، ولماذا لا تنصحه وهو مسلم ومؤذن، تنصحه وتبين له أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، وأن المسبل لا يصلح مؤذنا، فإما أن يعمل بالسنة ويترك الإسبال، وإما أن يبعد عن الأذان لأنه قدوة يراه غيره ويتساهلون في هذا الأمر المحرم الكبيرة من كبائر الذنوب، فلا يصلح أن يبقى إلا إذا تاب إلى الله وقصر ثوبه على السنة، ترك الإسبال المحرم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: صليت إماما في جماعة، وبعد الصلاة قال أحد الجماعة: إني قد رأيت رجلك لم يبلغها الماء في أول الصلاة، فأعدت صلاتي أنا، هل عملي هذا صحيح؟ وهل يلزم هذا الذي بلغني أن يعيد صلاته؟ هذا كما سبق أنه لابد من تيقن النقص في الوضوء، من تيقن، مجرد الشك والظن بعد كمال الوضوء وبعد الفراغ منه حصل شك أو ظن، هذا لا يكفي، أنت على طهارة واليقين لا يزول بالشك. لكن إذا ثبت أن وضوءك غير كامل، فإنك إن تبين لك وأنت في الصلاة تخرج من الصلاة ولا تستمر، وإن لم يتبين إلا بعد الصلاة فصلاة المأمومين الذين لم يعلموا صحيحة، وأنت تتوضأ وتعيد الصلاة، والذي علم معك واستمر أيضا يعيد الصلاة لأنه يعلم أنك على غير طهارة واستمر معك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا بعث بثلاثة أسئلة، يقول: من يصاب بالعين أحيانا يذهب إلى من يتهمه أنه أصابه فيأخذ من آثاره من غير علم ويغتسل بها، فهل هذا العمل جائز؟ إذا غلب على ظنه وتيقن أنه مصاب من هذا الشخص بالعين فإنه يعمل ما جاء في الحديث أنه يطلب من العاين أن يستغسل، أن يغسل بدنه أو يتوضأ، ثم يأخذ ماء الوضوء أو غسالة البدن، كذلك يغسل أطراف إزاره ويأخذ الغسالة ويفيضها على جسمه، يفيضها على جسمه ويغتسل بها، هذا هو العلاج الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: العين حق، ولو أن شيئا سبق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا، إذا استغسلتم فاغسلوا. ولا يجد في نفسه العاين، لا يجد في نفسه إذا قيل له اغتسل لنا أو اغسل إزارك، أو لا يجد في نفسه شيء، لأن هذا امتثال لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إذا استغسلتم فاغسلوا، وهذا لن يضره. نعم. أحسن الله إليكم. وسؤاله الثاني يقول: إنه يعاني من وساوس داخلية، منها ما يتعلق بالخالق سبحانه ومنها ما يتعلق بنفسه، حتى يقول يصل الأمر إلى أن هذا الوسواس يأمرني أن أقتل نفسي أو غيري من الأمور المحرمة، فما نصيحتكم لي؟ النصيحة أن تستعيذ بالله من الشيطان، لأن هذا من الشيطان، وثانياً لا تعمل بهذا الوسواس ولا يؤثر عليك، ارفضه رفضاً تاماً ولا تلتفت إليه ولا تتكلم به،
لا تتكلم بما وسوست به. ثلاثة أمور: أولاً تستعيذ بالله من الشيطان، ثانياً لا تتأثر بهذا الوسواس بل ترفضه رفضاً تاماً، ثالثاً لا تتحدث به بل ارفضه واتركه وسيزول عنك بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. وسؤال الثالث يقول: ما الفرق بين السنن المطلقة والمقيدة، ومتى يجوز لي أن أجمع سنتين أو أكثر في صلاة واحدة، وما هي السنن التي لا تجمع؟ السنن المطلقة هي التي لم يحدد لها وقت من ليل أو نهار، وأما السنن المقيدة فهي المحددة بوقت، مثل الرواتب التي مع الفرائض، مثل صلاة الضحى محددة بالضحى، مثل صلاة الوتر والتهجد محدد بالليل، هذه تعتبر مقيدة، نوافل مقيدة بأوقاتها، ولا تجمع بين عدة صلوات بصلاة واحدة، هذا اختصار للأجر واختصار للخير، صل ما تيسر لك، وكل ما كثرت الصلاة هو أحسن لك وأكثر لك أجرا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل، هذه سائلة تقول: استمر عليها دم النفاس أكثر من 40 يوما، فهل تصلي وتصوم؟ النفاس لا يزيد على 40 يوما، ما زاد عنها فليس نفاسا وإنما هو نزيف، إنما هو نزيف، فتغتسل وتصلي، هذا مذهب جمهور أهل العلم وعليه العمل. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أصاب أحيانا بضيق الصدر ولا أعلم سببه، فما توجيهكم لي، وهل أذهب إلى الرقاة؟ هذا مثل ما سبق أن هذا وسواس من الشيطان، فعليه أن يتركه ولا لا يهتم به ويزول عنه بإذن الله. كذلك التتمة للجواب الذي يجد ضيق صدر، عليه أن يكثر من ذكر الله عز وجل، وسيجد الراحة بذكر الله، تلاوة القرآن. قال تعالى: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. في الآية الأخرى: إنه هو السميع العليم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أيهما أفضل بين الأذان والإقامة، الذكر أم قراءة القرآن؟ الأفضل الذكر، صلاة نافلة
قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، فيصلي وإن جلس يذكر الله بعد صلاة ركعتين، جلس يذكر الله بقراءة القرآن أو بالتسبيح أو بالتهليل والتكبير والدعاء، وكله خير. لكن القرآن له وقت آخر، والذكر يفوت وقته، فيشتغل بذكر الله عز وجل، والقرآن يجعل له وقتا آخر. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه امرأة تقول: إذا وضعت على رأسي حناء أو غيره ثم وضعت عليه شيئا من البلاستيك أو لفافة، فهل أمسح على هذا الغطاء؟ لا، لا تمسح على الغطاء، وإنما تمسح على رأسها مباشرة ولو كان عليه حناء. الحناء لا يمنع المسح، يخترقه الماء ولا يمنع المسح ويصل إلى الشعر. أما إذا كان عليه شيء غير الحناء من الأشياء التي تتجمد تمنع وصول الماء إلى الشعر، فهذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه امرأة تقول: زوجها يلح عليها أن تصف له بعض النساء، فهل إذا امتنعت يكون هذا من عصيانه؟ إذا كان يريد أن يخطب هذه المرأة ويطلب منها أن تصفها له فلا بأس، أما إذا كان يريد الاطلاع على النساء ومعرفة محاسن النساء فهذا أمر لا يجوز، وإذا أطاعته تعاونت معه على الإثم والعدوان. نعم. ما تبيه يتزوج؟ يمكن تبيه يتزوج، ما ندري. لا، ما تبيه يتزوج. ما تبيه يتزوج، تعرف أنت؟ لا، ما أعرف لك، ما تبيه يتزوج. وهذا سائل، أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول: من يسمع الأذان في البيت ويوقظ أبناءه للصلاة ولكن يصلون في البيت، هل يأثم الأب؟ نعم، يأثم الأب، لأن مطلوب منهم أن يصلوا في المسجد، ولا يصلون في البيت إلا إن كانوا مرضى أو لا يستطيعون الحضور، قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقد سئل الراوي: ما العذر؟ قال: خوف أو مرض. لا يجوز للرجال أن يصلوا في البيوت وهم يسمعون النداء في المساجد القريبة، لا بد أن يجيبوا وأن يذهبوا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: بعض الشباب يمزح مع زميله فيقول: أسأل الله أن يجعلك قطعا قطعا، ثم يندهش المدعو عليه فيقول له الداعي: يكون ذلك في سبيل الله، فهل هذا مما ينبغي؟ لا، هذا لا يجوز، لأنه ترويع للمسلم، ترويع للمسلم، وفيه تعريض، فيه تعريض يروع أخاه، لا يجوز مثل هذا الدعاء. لماذا لا يقول: أسأل الله لك الشهادة في سبيل الله؟ وهل كل من قطع يكون شهيدا؟ ها، كل من قطع يكون شهيدا، لكن إذا قال: أسأل الله لي ولك الشهادة في سبيل الله، فهذا دعاء طيب. أما التقطيع فهذا شنيع، ولا يعطي أنه يريد الشهادة في سبيل الله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يدعو لفضيلة الشيخ على مواصلة هذه اللقاءات الخيرة، ويقول: إننا استفدنا كثيرا، ولو لم يكن في هذه المحافظة إلا هذا اللقاء المبارك لكفانا، رفع الله درجاتك وأعلى منزلتك وجمعنا بك ووالدينا في جنات النعيم. ويقول في سؤاله: إن استخدام الأذان مسجلا في الجوال للتنبيه للوقت، هل هذا سائغ أم لا؟ إذا كان القصد منه التنبيه ولا يؤذي أحدا، لأن بعض الناس إذا صاروا الناس يصلون أو في المسجد أو يقرؤون أو يذكرون الله صاح الجوال بالأذان أو بغيره فشوش على الناس. إذا كان عنده في بيته يوقظ للصلاة
ولا يؤذي به أحدا فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا أيضا قريب من السؤال السابق، يقول إن بعض النغمات تزعج أحيانا المصلين في المساجد، فما توجيهكم لأصحاب هذه الجوالات؟ هذا لا يجوز، يؤذي المصلين ويشوش عليهم وعلى الذاكرين والتالين للقرآن. إذا دخلت المسجد تقفل الجوال أو تجعله بصوت منخفض لا يؤثر على من بجانبك أو حولك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: كثر الذين يعبرون الرؤى، فكيف نعرف الموثوق من غيره؟ وهل كل رؤيا نعبرها؟ لا شك أن الرؤى منها ما هو حق ولها معبرون، إذا عرفوا بذلك وعرفوا بالثقة، عرفوا بالثقة والدين وجرب عليهم الصدق في التعبير فلا بأس أن يسألوا. لكن ما كل رؤيا يسأل عنها، إنما يسأل عن الرؤيا المهمة، وأما الأمور التي تكون أضغاث أحلام أو وساوس من الشيطان أو تكون أمورا مزعجة للرائي فإنه يكتمها ولا يفسرها ولا تضره بإذن الله. التي يكرهها لا يفسرها ولا يطلب تفسيرها من أحد، فليكتمها ولا تضره بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: بعض من يرقي عن العين يقول للمرقي عليه: إنك ستشاهد العائن أثناء رقيتي، فهل هذا معقول؟ هذا من التذجيل والكذب، وهذا من الشيطان. الشيطان هو الذي يتراءى ويظهر بصورة شخص يقول هذا هو العائن، فليحذر من هذا. جاء شخص إلى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بانعقاد اللجنة ونحن معه، وكان من طلبة العلم الموثوقين، وقال له: إني أرى هذا، أني أرقي وأرى هذا، فهل يجوز لي أن أستمر؟ قال له الشيخ: لا، لا تستمر في هذا العمل. فتركه، تركه جزاه الله خيرا. فهذا لا يجوز التصديق، ولا يجوز للراقي أن يظهره وأن يعتقد أنه شيطان فلا يصدقه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: لي أبناء وبنات يدرسون في مدارس تحفيظ القرآن ولهم رواتب، فهل يجب علي أن أجمعها لهم أم أخذها وأصرفها عليهم؟ إذا كانوا يحتاجون إلى صرفها عليهم أصرفها عليهم، أنت وليهم. أما إذا كانوا لا يحتاجون إلى صرفها فاحفظها لهم، ربما يحتاجونها في المستقبل. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: يعرض في بعض القنوات مسابقات ترشيح من الجمهور والرسالة ب5 ريالات، فهل يجوز أن أرسل لأرشح؟ إيش يرشح؟ الفائز. ترشيح إيش؟ يرشح خيل ولا يرشح؟ لا، ما يجوز رجل ولا رشح. لا، من أكل المال بالباطل. يجمعون منكم من غيركم مبالغ كثيرة ثم يعطون الفائز جزءا منها والباقي يأكلونها، يأكلون أموال الناس بالباطل، وهذا من القمار. قد يدفع مالا قليلا ويأتيه ملايين، أو سيارة مرتفعة القيمة، هذا قمار ظاهر والعياذ بالله. نعم. إذا صلى مسافر الجمعة في بلد ما هل يؤدي السنة أم لا؟ إذا صلى مسافر الجمعة في بلد مع إمام خطيب هل يؤدي السنة؟ ليس المسافر الذي يجوز له القصر لا يصلي الراتبة، لا يصلي الراتبة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سئل عن هذا قال: لو كنت مسبحا لا أتممت، يعني لو كنت متنفلا، لأن النافلة تسمى سبحة، لو كنت مسبحا لا أتممت. الذي يقصر الصلاة لا يصلي الراتبة معها،
لكن يصلي النوافل المطلقة مثل قيام الليل الوتر راتبة الفجر، هذه لا يتركها لا حضرا ولا سفرا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول بعض الرقاة يأمر المريض بأن يقرأ سورة البقرة كاملة في جلسة واحدة، والبعض الآخر يقول ليس هناك دليل يخصص ذلك بل يقرأ ما شاء من القرآن، فأيهما أصح؟ هذا هو الصحيح، أنه الأمر بقراءة سورة البقرة كاملة لا أصل له ولا دليل عليه، وهو تكليف أيضا بالمشقة، والرقية تكون بالآيات مثل سورة الفاتحة، سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس، تكون بهذه السور وهذه الآية الكريمة وهذه السورة الكريمة سورة الفاتحة، فإنها رقية وهي أصل الرقية، الفاتحة هي أصل الرقية، ولم يرد أن البقرة تكون رقية، إنما جاء أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ولم يأتي ما يأمر بقراءتها على المريض. نعم. أحسن الله إليكم. هل مشاهدة قنوات السحر من أجل الفرجة هل يأثم من يفعل ذلك؟ نعم، لأن هذه مشاهدة منكر، وربما يتأثر بها ويصدقها فينخلع من إيمانه أو ينقص دينه فيبتعد عنها لأنها شر، ولا يشاهدها لأجل الفرجة، الفرجة على الشر وعلى الكفر هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول إنه يشاهد بعض القنوات التي يكون فيها من يزعم أنه يعالج، وأحياناً يكون دكتور، ويقول أنه يعرف معظم الأمراض ويسأل المريض عن اسمه وأحياناً عن اسم أمه، ثم يقول له فيك كذا وكذا وكذا وافعل كذا وكذا، هل هذا يجوز؟ هذا ساحر، لماذا يسأل عن أمه؟ وأيضاً الرقية الرقية بواسطة البث الفضائي لا أصل لها، وأيضاً إخباره أن فيك كذا وكذا هذا من ادعاء علم الغيب، فهذا ساحر وكاهن ودجال، ولا يجوز تصديقه ولا سؤاله. نعم. هل يجوز لي أن أحج وأعتمر عن والدي وهم أحياء؟ لا، إنما إذا كان الوالدان وحدهما لم يؤدي الفريضة وهو عاجز عن أدائها بجسمه عجزا مستمرا للكبر وهرم أو مرض مزمن وهو لم يؤدي الفريضة، فإنه يوكلك وتؤديها عنه، في غير هذه الحالة لا يحج عن الحي. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن زكاة الفطر ويقول إن من ضمن الأصناف التي جاء النص عليها الشعير، والآن لا يأكله الناس، تأكله البهائم، فهل يجوز أولاً إخراجه؟ وهل يجوز إخراج السكر وغيره من المأكولات، الزبيب، أم أن هذا خاص بالأصناف التي جاء النص عليها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرع صدقة الفطر نظراً لهذا الوقت أو لهذا البلد الذي فيه النعم وفيه الأطعمة كثيرة، إنما شرعها لعموم المسلمين وفي جميع الأوقات، فمن الناس من ليس عنده إلا الشعير وهو مأكول، ومنهم من مأكوله البر، ومنهم من مأكوله التمر، ومنهم من مأكوله الزبيب، ومنهم من مأكوله الأقط كالبادية. الرسول صلى الله عليه وسلم يسر على المسلمين أن يخرجوا من القوت الموجود لديهم من هذه الأصناف ومن غيرها مما يوكل بالبلد إذا كان بلد